نسبة استجابة الإبرام لحد الآن في اليوم الثاني من نسبة على المستوى الوطني هي عندنا في بجاية في زوز والبيرة. بجاية في زوز بالضبط عندنا نسبة استجابة 100% لحد الآن جميع البلديات دخلت الإبرام. أما البيرة وصلت استجابة 35%، الجزائر العاصمة وصلنا 22% فقط. أما فيما يخص الولايات الداخلية فبلغت استجابة 35%. في حالة ما إذا كان مكانش كاينة استجابة من طرف الوزارة الوصية لأي من المطالب تاعنا اللي رانا حاطين في الشرط من أسباب الثقة في الإضراب اللي هو إضراب متجدد كل شهر، حنا راح نلجأ للطريقة الأخرى واللي هي مانيش حابين نديروها، وإنما إذا اضطرينا إليها نديروها هي لامارش مسيرة تكون من البويرة حتى الجزائر العاصمة لإيصال الفكرة للوزارة الوصية بأننا نحن عمال البلديات قادرين نحقق المطالب تاعنا سواء برضاهم ولا بغير رضاهم.